هاي اللعبة لعبة ابني أحمد، مسميها لولو. كان عمره 7 أشهر وقت اللي أخته بوسينة هدته إياها. أنا بشوف فيها بوسينة بنتي، بوسينة اللي تركتها وراي، تركتها ببلدي. عمرها 10 سنين، كان عمرها 4 سنين وقت اللي أعطتها لأخوها. وقت بكمش إيدها كأني كامش إيد بوسينة الصغيرة، بوسينة اللي كانت تلعب أصابيعها بأصابيعي. بنتي ضلت ببلدي وأنا هربت. بنتي بوسينة اللي كانت وقت اللي تضمني شعراتها ينزلوا على عيوني. أصعب شيء بحياتك إنك تترك ابنك أو بنتك اللي هي قطعة من جسمك، قطعة من دمك. ضلت ببلدي وأنا طلعت. وقت اللي بشوف هاللعبة هاي بفكرها رح تكبر مثل ما بوسينة هلأ كبرت. بتمنى أني أشوف بنتي بوسينة كبيرة كتير وشوفها دارسة ومتعلمة وعم تعمل شيء منيح لبلدها. بتمنى أنه تسامحني أني تركتها ومشيت. بتمنى من كل قلبي أنه تسامحني بوسينة. بقول لك يا بوسينة، أنت قطعة من دمي وقطعة من لحمي وأنت قطعة من قلبي. أنا ما حأنساكي وعقلي معك كل يوم. رح يجي يوم التقى أنا وياكي، بس وقت رح أرجع ما حتكوني لساعتك البنت الصغيرة، لأنه أنا هلأ بعرف أنك كبرتي. رح ألاقيك كبيرة، رح ألاقيك كبيرة كتير. إن شاء الله يا رب تكون أيامك كلها حلوة وأيام إخواتك وأمك. بتمنى كل عائلتي أن تكون أيامهم حلوة. بتمنى أن يكون هلأ عم بحلم وفز من الحلم ونرجع نلاقي حالنا كلياتنا سوا، كلياتنا عائلة واحدة موجودين سوا، ما في شي بيفرقنا. هذا الشي اللي بتمناه من كل قلبي. إن شاء الله ترجع أيام الشام أيام حلوة وترجع أيامنا أيام حلوة. هذا اللي بتمناه من كل قلبي.